أنا ميلاد حتشيتة، هيدي مش أول سنة، هيدي ثالث سنة بلتقي الطلاب لحتى ساعدهم كيف بيحسنوا صورتهم، كيف بيصنعوا من حالهم علامة ناجحة، كيف بيفكروا بطريقة إيجابية، كيف بيحبوا حالهم، بيحبوا موهبتهم أكثر. بتعرف أنا يعني ليش أنا بكون صديقهم؟ لأنه في كتير يعني بيتعرضوا الطلاب بخلال الأكاديمية لكتير من النقد البناء من بقية الأساتذة، بيجي لحتى أنا أعمل هيدا البالانس، هيدا التوازن. رح أحكي معهم كتير بصراحة، بس أنا كل شيء بيهمني إياه هو هني من جوا يتغيروا، لأنه أنا مأكد أنه إذا من جوا تغيروا رح يعكس هيدا الشيء على برا. ما بدي ألعب هيدا دور الشرير يلي رح ينأذوا منه ورح ينصدموا من كلامه. بدي لا بالعكس، رح مثل السنوات الماضية رح يكون هيدا الصديق يلي يشكولي همهم، يشكولي همهم، يشكولي مخاوفهم، لحتى عن جد نقدر بهالفترة اللي عم بيقضوها بالأكاديمية يكونوا عم يطلع أحسن شيء يلي عندهم من جوا. رح يضلوا يعملوا تمارين غريبة، رح يحكوا قدام المراية، رح يحكوا حالهم، رح في تمارين حضرهم إياها هيدي السنة حتكون كمان شوي، رح يوضعوا حالهم بصندوق، رح نحاول نفاجئهم حتى بتقنيات ربما البعض بيشوفها غريبة، بس هي بتساعدك لحتى تطلع أنت من حالك وتطلع أحسن شيء ما عندك.